وغيرها من المواقع الأثرية التي صنف قسم منها على قائمة التراث العالمي تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة بتوقيت الرباط. هذه الحجارة تعود للجزء المتضرر من أسوار مراكش التاريخية التي تحيط بأحياء المدينة التي تقع في وسط المغرب، هي التي كانت صامدة منذ أن شيدت في أوائل القرن الثاني عشر للميلاد من قبل سلالة المرابطين التي أسست الدولة المرابطية. أحد أعظم أسوار العالم تشقق أيضاً. سور تارودانت الذي يحيط بالمدينة القديمة التي تحمل الاسم نفسه وتقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مراكش. عبر التاريخ كان دور السور حماية المدينة من الهجمات العسكرية، لكنه لم يقوى أمام حجم الزلزال. وكأنه كتب لحسن أغادير أوفلا أن يختبر مرة ثانية تداعيات الزلزال فتضرر جزء منه. وعلى بعد 100 كيلومتر جنوب مراكش يقع مسجد تينمن الأثري المصنف في اليونسكو والذي تحول إلى ركام نتيجة الزلزال. يعد المسجد بمثابة جوهرة معمارية حقيقية، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الثاني عشر، ويتميز أساساً بصومعته الفريدة من نوعها في العمارة الإسلامية. إذن هي عينة من معالم رسمت تاريخ المغرب، لكن زلزال الثامن من أيلول بدل وجهها.